بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا حلقتنا بتبقى جزئين، الجزء الأول بيكون معانا مجموعة من الأخبار اللي حصلت على الساحة المحلية في الألعاب الأخرى سواء داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الثاني بيكون معانا ضيف، والحقيقة طبعا حديثنا متواصل النهاردة عن بطولة العالم لكرة اليد، وهيكون ضيفنا الكابتن محمد الألفي. طبعا كان ضيفنا الحلقة اللي فاتت وكان عنده كواليس كتير من بطولة العالم هنطرحها مع طبعا مع الكابتن محمد الألفي، وهنعرف كمان آخر التطورات وآخر طبعا الأحداث في بطولة العالم. نتمنى من كل قلبنا طبعا البطولة تنجح نجاح يليق باسم مصر. طبعا في البداية وبنروح لأخبارنا، أكيد طبعا برنامج الأبطال عمره ما بينسى أبطال مصر سواء السابقين أو الحاليين. الحقيقة احنا بننعى طبعا وبنقدم واجب العزاء في وفاة الكابتن تحسين عثمان، نجم مصر في كرة السلة ونجم منتخب مصر في القرن الماضي في الخمسينات والستينات. الحقيقة كابتن تحسين عثمان كان من يعني اللاعبين اللي عملوا دور كبير جدا، ولعب حتى في أوروبا ومثل مصر كثيرا مع منتخب مصر. الحقيقة كابتن تحسين وفاته المنية الأسبوع اللي فات الله يرحمه. كابتن تحسين عثمان كان من أحد النجوم في كرة السلة، والحقيقة اللي كان محبوب جدا من كل جماهير مصر عشاق كرة السلة. وبالمناسبة هو كان أحد الإعلاميين والمعلقين الناجحين جدا، يمكن جيلنا هو اللي يفتكره أكتر. يمكن كابتن تحسين كان محبوب جدا وكانت الناس تنتظره الحقيقة أنه يعلق الماتشات أو يقول رأيه على ماتشات كرة السلة أو يحلل مباريات كرة السلة. كابتن تحسين عثمان الحقيقة حزننا جدا بوفاته، لأنه رجل يعني الحقيقة محدش قال عنه أي حاجة، بالعكس كل الناس كانوا بيقولوا يعني عمرنا ما افتكرنا له غير كل خير. يعني ربنا يرحمه كابتن تحسين، وبنقدم طبعا التعازي لأسرته طبعا والبنته كابتن شيرين، ونتمنى طبعا إن شاء الله ربنا يرحمه وليهم الصبر والسلوان. خلينا نروح لأخبارنا. يمكن أخبارنا في البداية كرة اليد، زي ما قلنا يمكن جالنا خبر عاجل، المونديال اليد بدون جمهور. تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام ناصر رئيس الاتحاد المصري لليد، واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة. والحقيقة تقرر إقامتها طبعا بدون جمهور حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية. وتستضيف مصر البطولة الرقم 27 لكرة اليد خلال الفترة من 13 ل 31 يناير الجاري. وطبعا زي ما حضراتكم متابعين أكيد يعني الاستعداد ليها، والدولة الحقيقة حتى الآن قايمة بدور كبير جدا جدا، ونتمنى إن شاء الله نجاح هذه البطولة لأنها صورة جيدة لمصر. وشفنا الحقيقة البنية التحتية اللي معمولة، هنتكلم في كل الكلام ده بالتفصيل مع ضيفنا طبعا كابتن محمد الألفي في الجزء الثاني من الحلقة. انتظروها، هيكون عندنا كواليس كتيرة جدا عن البطولة وعن الفرق اللي وصلت وعن حاجات كتير جدا. انتظرونا ان شاء الله، مش هتلاقوا الاخبار دي الا في برنامج الابطال ان شاء الله. طيب هنروح للانترو بتاعنا، هنروح لابطال كره اليد في النادي الاهلي. يمكن كابتن طارق محروس المدير الفني لعب ماتشين في التوقف، انتوا عارفين ان في 8 لاعبين مع منتخب مصر والباقي بيتمرن مع النادي الاهلي. الحقيقه كابتن طارق محروس انتهز الفرصه وعمل ماتشين وديين مع الظهور وهليوبلس. فزنا بالماتشين، الماتش الاول هو كان مع الظهور 40-27 فزنا، والماتش الثاني كان ب 30-29. طبعا اكيد المباراه دي اقيمت من غير اللعيبه الدوليين. كابتن طارق محروس في حوار معاه الحقيقه واتكلمنا معاه في برنامج الابطال، كان ليه 3 اهداف من المباراه دي. اول هدف انه الحقيقه يطمن على اللعيبه الناشئين اللي مصعدهم يعني يبقوا مع الفريق الاول، لان دول ده كانت صوره طبعا الكابتن طارق محروس، يطمن على اللعيبه الناشئين اللي منضمين مع الفريق الاول واستعدادهم الفني والبدني. الحاجه الثانيه انه يطمن على الحاله البدنيه للاعبين كلهم، لان طبعا انتوا عارفين اللعيبه لما ترجع من المنتخب هنخش على الجد على طول، ما فيش وقت، فلازم يكون في الفرقتين دائما يعني او الاثنين لعيبه او اللعيب اللي قاعد معاه واللعيب اللي جاي من المنتخب يكونوا الاثنين على نفس القدر في اللياقه البدنيه والفنيه. فالحقيقه ده الهدف الثاني انه كان يطمن على الناحيه البدنيه والفنيه لباقي اللاعبين. الحاجه الثالثه انه طبعا كسر ملل التدريب، انتوا عارفين طبعا اللعيبه لما بتتمرن فتره طويله بدون مباريات الحقيقه بيبقى في ملل شديد، وممكن اللاعب مستواه يقل نتيجه هذا الملل. كابتن طارق محروس كان حريص انه يكسر هذا الملل، وانه هيبقى برضه حريص انه ممكن يعمل ماتشات المباريات الجايه. يمكن ماتش هليوبلس 30-29 ماتش كان ايكوال قوي، ويمكن ده اللي كان فيه استفاده كبيره. طبعا ماتش الظهور كان ماتش يعني جيد ايضا، ولكن هليوبلس لما يبقى المباريات نديه بيقدر يعني يكتشف يعني امور كتيره في الفرقه، وبيقدر يتكئ على حاجات فنيه اكتر. كل التوفيق طبعا لفريق كره اليد. نروح
قبل كرة اليد سيدات كان عندهم مباراة في الدوري مع هوليليدو وتم تأجيلها. المباراة كانت هتتلعب على صالة هوليليدو في مصر الجديدة ولكن تم تأجيلها. طب تأجلت ليه؟ لأنه طبعا بطولة العالم اللي موجودة دلوقتي أو اللي بتقام على أرض مصر كل الصالات وكل الحكام وكل اللجان المنظمة مشغولة ببطولة العالم، فتقرر تأجيل البطولة وإيقاف طبعا الدوري لما بعد بطولة، حتى السيدات طبعا انتوا عارفين الرجال كده كده واقف، إنما السيدات هيتأجل كمان لما بعد بطولة العالم. وعايز أقول لكم إن احنا بالنسبة للسيدات احنا ماشيين ما شاء الله يعني هايل، سواء في الدور الاول او الدور الثاني في الدوري كاسبين كل مبارياتنا الحمد لله، حتى نادي الشمس حامل اللقب الحمد لله فزنا عليه ماشيين كويس. يمكن هيبقى كابتن يحيى يوسف المدير الفني عنده فتره توقف اهي يقدر يظبط دنيته ويظبط لعيبته ويشوف الدنيا فيها ايه، وحتى لو حد مصاب بيريكفر لما ترجع تاني الماتشات اكيد هيبقى فيه حاله فنيه وبدنيه احسن. هنروح على كره السله رجال. زي ما حضراتكم عرفتوا قبل كده كان عندنا طبعا مجموعه من اللاعبين مصابين بكورونا، والحقيقه احنا كنا طالبنا بتاجيل مباراه السوبر ولكن لم يتم تاجيلها، وعمرو الجندي وهاب امين لحقوا المباراه بعد يعني سلبيه المسحه ليله المباراه ليله الفاينل مع الاتحاد السكندري. الاسبوع اللي فات الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق اتاكد او عمل مسحه للثلاث لاعبين الفاضلين اللي هم عمر طارق وعبد الفضيل ومحمد مصطفى مودي، اتاكد ان الثلاث لعيبه تمام والعينه او المسحه طلعت سلبيه، والثلاث لعيبه الحقيقه انا قابلتهم امبارح في النادي الاهلي هما بيتمرنوا وكانوا رايحين من الملعب على الجيم، فواضح جدا انه انا شفتهم وتوقفت اتكلمت معاهم الحقيقه واضح وفي تركيز، وكان معاهم ابراهيم الجمال. انتوا عارفين ابراهيم الجمال كان ايضا مش جاهز بدنيا لانه كان خارج من اصابه ومع ذلك ادى اللي عليه. كل اللعيبه الحقيقه انضموا مع بعض وراحوا على الجيم، يعني الحمد لله الفرقه مكتمله، ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين تم تاجيل مباراه السوبر من 8 يناير الى 26 يناير. طبعا وفي تساؤلات كبيره عن التاجيل لان التاجيل الحقيقه كان بدون اسباب، وطبعا احنا عرفنا النهارده ان الاتحاد السكندري غير المحترف بتاعه، فالحقيقه جمهور الاهلي طبعا بيتساءل، يعني احنا كنا طالبين طبعا ان المباراه تتاجل المرتبط او نهائي المرتبط يوم واحد لغايه ما نتائج المسحه تبان مش اكتر من كده، ولا وتم يعني مقابله هذا الطلب بالرفض في الوقت اللي تأجل فيه مباراة السوبر أكتر من 18 يوم بدون إبداء أسباب. الحقيقة طبعا النادي الأهلي ملتزم أكيد بكل حاجة، ولكن احنا بنتساءل ولغاية إمتى نقعد نتساءل الحقيقة مش عارف. احنا تساءلنا حاجات كتير والحقيقة ما لناش إجابة وما لناش رد. نتمنى إن شاء الله يكون في رد ليه تم تأجيل مباراة السوبر 18 يوم، ولكن في كل الأحوال أو في كل الأحوال النادي الأهلي بيبقى جاهز وبيلعب ولعيبته جاهزة وبنلتزم بلوائح وقوانين الاتحادات والقرارات اللي بتطلع من اتحادات الألعاب كلها. طبعا كل التوفيق لكابتن أشرف توفيق والرجال عندهم موسم، أو رجال كرة السلة عندهم موسم طويل السنة دي. هنروح طبعا لكرة السلة سيدات. انتوا عارفين طبعا دوري السوبر هيبتدي في السيدات، انتوا عارفين دوري السوبر في أو دوري المرتبط تم ترتيب الفرق من 1 ل 16، عشان تتأهل لدوري السوبر الأول بيلعب ال 16 والتاني بيلعب ال 15 والتالت بيلعب ال 14 وهكذا، بيلعبوا بيست اوف 3. بعد ما بيلعبوا بيست اوف 3 بيبقى اللي بيكسب بيتأهل من الثمانية اللي فوق، واللي بيخسر بيبقى في الثمانية اللي هم من التاسع لل 16. من أول تامر بيلعبوا دوري السوبر على تحديد بطل السوبر، ومن الثامن أو من التاسع لل 16 بيلعب على الهبوط وتحديد المراكز. يمكن اول مباراه لينا هتكون مع الترام ان شاء الله، وهتبقى هنلعب ثلاث ماتشات وتبقى بدور ال 16 زي ما قلت لحضراتكم، والمباراه هيبقوا يوم الاربعاء والجمعه الجايين ان شاء الله. طبعا انا عايز اقول حاجه انه فريق السيدات زي ما انتم عارفين عنده اصابات الحقيقه، ومع ذلك الفريق بالرغم من اصاباته حصد بطولتين الموسم ده، بطوله القاهره والجيزه وزعناها على قناه النادي الاهلي، وايضا بطوله المرتبط وزعناها ايضا على قناه النادي الاهلي. يعني الحقيقه الفريق ماشي كويس، عنده بطولتين السوبر والكاس، نتمنى انه طبعا ياخد الالقاب كلها لان الفريق يستحق. كابتن علي هاشم مدير فني عامل شغل كويس والفرقه ماشيه بشكل جيد. طيب هنروح على كرة الطائرة رجال. يمكن كرة الطائرة رجال زي ما احنا عرفنا من كابتن محمد مصلح بميد ومن خلال المداخلة في الحلقة اللي قبل اللي فاتت ان كل اللعيبة حتى هو نفسه شخصيا الحمد لله تعافى تماما من فيروس كورونا. كان عندنا ماتشين مؤجلين، كان عندنا هوليليدو وماتش بتروجيت. طبعا ماتش هوليليدو اتلعب وفزنا 3-0 بنتيجة الأشواط، كانت 25-13 25-21 25-13. عندنا ماتش بتروجيت إن شاء الله بكرة على طول واللي هو الاثنين، وعندنا ماتش طبعا اللي هيبقى بعد كده استئناف بقى المباريات العادية هيبقى يوم الأربعاء. زي ما انتم شايفين يعني الجدول اتضغط ليه؟ لأن كان عندنا مباريتين متأجلين، فطبعا اتحطوا في نص الماتشات.
اللي بيتصدر المجموعه بتاعتنا بتروجيت، لانه ما لعبناش بعض والاهلي كان عنده ماتشين مؤجلين. فالنادي الاهلي كده بايه خطوه خطوه بيكسب ماتش الثاني، ماتش بتروجيت الجاي ان شاء الله نكسبه باذن الله يعني نتربع على يعني صداره المجموعه. بعد كده نقول لكم بقى الوضع هيكون ايه بعد ما، لان في اكتر من مجموعه بتصفي زينا كده او مجموعتين، وهيتم اختيار مجموعه من الفرق هتتاهل طبعا للنهائيات باذن الله. تمام، هنروح ل طبعا سيدات طائره الاهلي. زي ما حضراتكم كان عارفين كان عندنا الجمعه اللي فاتت ماتش مع سبورتنج، وتاجل ماتش سبورتنج نتيجه ظهور حالات كورونا في فرقه سبورتنج. والحقيقه كابتن حمدي الصافي انا امبارح برضو كنت في الصاله وشفت التدريب، معلي الحمل البدني جدا 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 على اللاعبات ومركز جدا، لانه طبعا كان اول جوله كانت ديلفي كسبنا 3-0 وحصل توقف او مش توقف، ماتش سبورتنج تاجل، فكان عنده وقت فعلى الحمل البدني عشان يكون فيه نوع من انواع التحدي والحفاظ على الحمل اللي اللاعبات يعني واخدين عليه، ما بقاش فيه دروب نتيجه ماتش فيحصل مستوانا ينزل شويه. الحقيقه طبعا الفرقه الحمد لله ما فيش اصابات، يعني اطمنا من كابتن حمدي كذا مره الفرقه ماشيه كويس، اللاعبات جاهزين، وزي ما انتم عارفين ان احنا ابطال الثلاثيه السنه اللي فاتت، ويمكن طبعا عشان كورونا بطوله عربيه كان المفروض بتتلعب دائما ابدا في شهر واحد ما اتلعبتش، بطوله افريقيا كذلك كانت بتبقى يعني في شهر 3 أو 4 برضو الله اعلم هتتلعب ولا لا، ولكن على الاقل البطولات المحليه الفريق الحمد لله متصدر حتى الان. هنروح لبطله التنس، بطله النادي الاهلي ميار الشريف طارت على دبي عشان تلعب تصفيات استراليا المفتوحه، بطوله استراليا المفتوحه. زي ما انتم عارفين ميار دي صوره ميار الشريف، ميار الشريف المصنفه رقم 128. هتقول لي يا كابتن ده 128 ده متاخره قوي، لا في التنس مش متاخره خالص. وعايز اقول لكم ان ميار حلمها او حلمنا معاها اللي احنا ماشيين معاها خطوه بخطوه انها تبقى في التوب 100، تبقى من اول 100 لاعبه. بالمناسبه دي بطوله يعني استراليا، ولكن التصفيات بتتلعب في دبي، هتتلعب الفتره من 10 ل 13. هتلاعب مين؟ هتلاعب الاول مباراه ليها هتلاعب اليابانيه تمام كيكو اوماي، واللي ترتيبها 258. طبعا الماتش ده بنسبه كبيره هتكسب ميار الشريف، لانه طبعا هي 128 واللعيبه كيكو اومايا اللعيبه اليابانيه ترتيب 258، ولكن الترتيب ساعات ما بيبقاش مؤشر، ولكن ان شاء الله الدنيا رايحه ان باذنك يا رب ميار تتأهل نهائيات دوري بطوله استراليا المفتوحه. خلينا اقول لكم بطوله استراليا دي بيتحط عليها نقط كتيره جدا في الرانك العالمي، يعني مهمه جدا جدا لميار. الحقيقه كده تكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هطلع لفاصل سريع وارجع مع حضراتكم عشان نستكمل باقي اخبارنا المحليه والعالميه. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم طبعا اخبارنا المحليه. يمكن اول خبر عندنا ايضا له علاقه بكاس او ببطوله العالم لكره اليد، يمكن معالي رئيس الوزراء بالحقيقه بيتابع بنفسه كل الاستعدادات لاستضافه مصر بطوله العالم رقم 27. والتقى امبارح مع الدكتور اشرف صبحي، طبعا دي صور من اللقاء، وزير الشباب والرياضه، عشان يتكلموا في كل التفاصيل النهائيه قبل افتتاح البطوله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. معالي رئيس الوزراء اكد انه على يقين ان مصر هتنظم بطوله تبهر العالم كله في وسط التحديات اللي بتواجهها، واولها طبعا تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال انه بيتابع بنفسه طبعا كل الملفات حتى الملف الطبي وضروره تطبيق كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. واتكلم رئيس الوزراء امبارح في الاستعدادات النهائيه لحفل الافتتاح وشكله واستعراضه واستعدادات الصالات الاربعه للبطوله. انتوا عارفين طبعا البطوله هتبقى الاربع صالات، صاله الاستاد القاهره او الصاله رقم 1، صاله برج العرب في اسكندريه، صاله العاصمه الاداريه الجديده في المدينه الرياضيه، وصاله 6 اكتوبر اللي هي طبعا صاله الدكتور حسن مصطفى. دول الاربع صالات عليهم 8 فرق 8 مجاميع، كل صاله تلعب عليها مجموعتين. وبعد اول اسبوع من البطوله برج العرب مش هيقام عليها مباريات، وهيتم انتقال كل اللاعبين وكل الفرق للصالات الثلاثه التانيه. طيب هنروح طبعا ل يعني كابتن مؤمن صفا امين صندوق اتحاد كره اليد الحقيقه والمشرف العام طبعا على المنتخبات الوطنيه. طبعا دي صوره كابتن مؤمن صفا اصيب بفيروس كورونا. الحقيقه كابتن مؤمن صفا كان متواجد مع المنتخب بشكل دائم خلال الفتره اللي فاتت عشان يرفع من روحهم المعنويه ويشد من اذى اللعيبه، زي ما كان معاهم في بطوله العالم اللي فاتت اللي نظمتها الدنمارك والمانيا، وكان معاهم في بطوله افريقيا ايضا اللي كانت في مطلع سنه 2020. المعروف عن كان طبعا عن كابتن مؤمن صفا انه راجل يعني متحرك جدا وراجل بيدعم المنتخب بشكل كبير، بنقول له الف سلامه. عايز اقول لكم ان كابتن مؤمن صفا دايما مصاب الحقيقه، لانه كان من حوالي شهر او شهرين ثلاثه كان برضه تعرض لحادث سياره شديد يعني، ولكن الحمد لله طلع منه بالسلامه. وفيروس كورونا الحقيقه هو يمكن شخص اكتف جدا، شخص متحرك، شخص من العناصر المهمه جدا داخل اتحاد كره اليد. بنقول لك الف سلامه وان شاء الله ترجع تاني تنور مكانك، وسريعا ترجع لمؤازره المنتخب بشكل كبير ان شاء الله. رئيس اتحاد اليد المهندس هشام ناصر الحقيقه صرح تصريح قال ان كل النجوم اللي هيشاركوا في حفل الافتتاح
رقم 27 موجودين داخل الفقاعه الطبيه من دلوقتي استعدادا للحفل. طبعا انتوا عارفين احنا سامعين ومش سامعين، لا احنا متاكدين ان تامر حسني هو اللي هي طبعا هيبقى ليه هو حفل الافتتاح ونيت حفل الافتتاح الفنان تامر حسني طبعا. فطبعا اكيد كل فرقته بكل الناس اللي معاه بكل المخرجين وكل الامور الفنيه دي كلهم داخلين جوه الفقاعه الطبيه عشان يضمن ان طبعا حفل الافتتاح يخرج بشكل طبي امن لكل اللاعبين، ما بقاش فيه اي مشكله خالص. واكيد طبعا بعد حفل الافتتاح هيخرجوا بره الفقاعه ويمكن يستمروا، ولكن احنا بنتصور ان شاء الله وبنتوقع افتتاح يبهر العالم كله ان شاء الله يوم الاربعاء. واكيد برضه هنتكلم عن الافتتاح مع ضيفنا كابتن محمد الالفي في النص الثاني من حلقتنا. هنروح للاخبار العالميه، كده اخبارنا المحليه انتهت، هنروح لاخبارنا العالميه. طبعا فاكرين من حلقتين كنت كلمتكم عن رالي طبعا داكار اللي بيتعمل دلوقتي في السعوديه. قلت لكم رالي داكار هيبقى تقريبا على حوالي مسافه 7000 كيلومتر تقريبا، هيبقى في 10 مدن، هياخدوا راحه في الحائل. الاسباني كارلوس ساينز هو الاول حتى الان، او خد الاول في الجوله السادسه، لا مش هو الاول، هو الاول في الجوله السادسه تمام. انما في الترتيب العام، في الترتيب العام جه ستيفان بيتر هانسل الفرنسي هو في المركز الاول طبعا، لان هم والمرحله السادسه كانت من القيصومه لحد الحائل. الفرق دلوقتي هتستريح في الحائل، او المتسابقين كلهم بكل انواعها سواء السيارات الخفيفه دي او الشاحنات او الدراجات او البيتش باجز اللي هي الدراجات النائريه الرباعيه، كل دول هياخدوا راحه في الحائل يوم واحد عشان يستأنفوا السباق بعد كده 4 أو 5 أيام يكملوا 3500 كيلو اللي باقيين. الحقيقه سبق يعني عظيم جدا، والسعوديه ناجحه بنجاح كبير وابهرت العالم في تنظيم هذا السباق حتى الان. زي ما حضراتكم شايفين يعني يمكن تأمين 7000 كيلو متر طبعا السبق بيبقى موضوع صعب جدا تخطيطه اعلاميا، زي ما شفتوا حضراتكم طبعا مجموعه من الجماهير يعني معمول لها نقط معينه، وانتم عارفين صحراء السعوديه صحراء يعني شديده، فطبعا عشان يتم تامين هذا الكلام. الحقيقه السعوديه ناجحه في ظل الظروف ده طبعا ان هي تنظم سبق كبير زي ده. احنا طبعا كل التحيه لاشقائنا في السعوديه الحقيقه، لانه سبق متابع عالميا من كل حته في العالم. هنروح طبعا للتنس، يمكن بطولة أبو ظبي المفتوحة شغالة دلوقتي، ولكن طبعا ميار لاعبتنا فضلت إنها تشارك في استراليا، لأن استراليا أتقل كتير من بطولة أبو ظبي، ولكن بطولة أبو ظبي لا تقل أهمية طبعا. البيلاروسية أرينا تأهلت للدور الثالث من بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس، ده طبعا بعد ما فازت على الأسترالية إيلا. الحقيقة الماتش خلص مجموعتين للا شيء، خلص 7-5 و6-4. Game. Set and match. Sabalenka. Two sets to love. 7-5, 6-4. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم ان البطولات الرياضيه يعني بتستمر، ولكن باجراءات احترازيه شديده جدا جدا. يمكن الصعوبه بتبقى اكتر في الالعاب الجماعيه، زي ما شايفين بطوله العالم لكره اليد هنا في مصر الموضوع صعب، 32 فرقه انتوا بتتكلموا يعني في عدد كبير جدا الحقيقه، وكمان ازاي تامنها. فالالعاب الفرديه يمكن في اجراءات احترازيه، ولكن بتبقى اكيد اسهل كتير من وجود الكم الكبير من اللاعبين والاجهزه الفنيه والمرافقين، بيبقى الموضوع صعب كبير. وتاني احنا بنفكر حضراتكم ان مونديال كره اليد هيتعمل من غير جمهور، يمكن لسه خلصان من يعني من دقائق معدوده طبعا اجتماع معالي رئيس الوزراء مع الدكتور اشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام نصر، وطبعا الاجتماع في الاخر طلعوا بيان بان البطوله ان شاء الله هتكون من غير جمهور، واكيد ده متاخد القرار ده لمصلحه وتامين اللاعبين والفرق والمرافقين طبعا اكيد. هنروح لبقيه اخبارنا العالميه، يمكن اخر خبر معانا في الام بي اي او الباسكت بول، يمكن ديترويت بيستونز فاز على فينيكس سانز نتيجه 110-105. خليني اقول لكم ان الفرقتين متعثرين جامد جدا في الام بي اي، يمكن فريق بيستون سيلتكس او سوري ديترويت بيستونز يمكن ده الفوز الثاني ليه
بعد ما خسر 7 مباريات، يعني خسر 7 وفاز 2. انما الفينيكس سانز خسر برضو 3 مباريات او وكسب 6. يمكن طبعا وضع الفينيكس سانز احسن، ولكن الفريقين الحقيقه مش احسن حاجه. The stars are aligned right when that happened. Boom! And as you can see, Callaway, he shot that one. I mean, the ball, and then just stood his ground and blocked the shot. Callaway goes to the other corner. Somebody call the fire department. Some be more selective to try to get a better shot. And I think that's the change in the Suns this year. Now, Monty, the career highs. Catch and shoot coming from Book. That three won't go, but the follow slam will by D.A. Not there for you. DeAndre has a rebound or a dunk from a pass. Grant down the lane and hammers it down. Crowder collects it for the Suns. No look dish. Cam Johnson to the rim. Cam Johnson, big shot after big shot at the end of the game. Well, on Wright on the drive, and Wright struggling. Don't even come close. Catch and shoot three on the way from Cam, who delivers. Grant off the screen inside, rocks it off to Plumlee, who hammers it home. But lots of time left here for Phoenix. Booker working on Grant, rising up. Shot it, won't get it. Big hoops late there in that fourth quarter. Kick it across to the rookie, Sadiq Bey. It's going to be a long Griffin. Great hustle. Kicks it across to Bey. Got it. Right on the drive, cut off there by Booker, kicks it across the Grand. معلومه عن الدوري الامريكي ان بي، الحقيقه زي ما انتم شايفين لسه ما فيش جمهور. يمكن السنه اللي فاتت هم عملوا حاجه، عملوا بابل كده برضو وجابوا كل الفرق من الشرق والغرب ودخلوهم جوه معسكر ولعبوا استكمال بقيه الموسم يعني. ولكن السنه دي هم عاملين نظام برضو جديد، ان زي كره القدم هنا وزي كل الفرق، الحقيقه الفرق بتعمل مسحات قبل المباريات وليك برضو يعني الاطمئنان، وبعد كده بتخش في المباراه. ما عملوش الفقاعه لان صعب، طبعا صعب جدا. انت عندك 52 فرقه يمكن او 51 فرقه بتلعب، مش هيقدر يدخلهم جوه معسكر يقدر يلعب بيهم. ولكن لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس. يمكن زي ما قلت لكم بيبقى تامين الحاجات دي صعب طبيا، لان طبعا زي ما انتم شايفين انتشار الفيروس بشكل كبير، وربنا يزيح من عينينا الغمه دي. نطلع لفاصل سريع ان شاء الله ونرجع عشان نستقبل ضيفنا الكابتن محمد الالفي، نجم مصر في كره اليد، عشان نعرف كواليس كتيره عن بطوله العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا الكابتن محمد الالفي. في البدايه طبعا نجم مصر في كره اليد، وكان طبعا رئيس لجنه المسابقات والصالات في بطوله العالم، وعنده كثير من الكواليس، ولكن بنرحب بيك الاول يا كابتن محمد. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، منورنا ونورك والله العظيم بنوركم، عشان تبقى فاهمين. الاهلي انا دايما ببقى عارف ان الاهلي كل الناس بتقول الاهلي منورين، عشان طبعا حضرتك يعني منورنا ومشرفنا، والحديث مستمر ان شاء الله من الحلقه اللي فاتت عن بطوله العالم والكواليس. يعني الاول اسمع تعليق حضرتك على إقامة المباريات بدون جمهور النهارده بعد قرار طبعا. والله الحقيقة في أغسطس اللي فات اللي هم فرانس 5 دي اللي هي هتذيع الماتشات في أوروبا، قالوا لي إنها هتبقى تعمل من غير جمهور. فإحنا حتى أيامها كانت أنت عارف إحنا عندنا الصيف صيف يعني. صيف أه. فالكورونا ما كانتش موجودة بالكثرة اللي هي فيه دلوقتي. تمام. بعدين هم عملوا بطولة أوروبا، بعدين وافقوا على 50% اللي هو الاتحاد الاوروبي والاتحاد بتاع اسيا وكده يعني. جم بعديها مثلا في نوفمبر قال لك 30% ماشي. تمام. عملوا في ديسمبر بطوله اللي هي الدنمارك اللي هي بطوله العالم، بطوله اوروبا للسيدات، عملوها في الدنمارك بابل يعني زي ما هم عاملين ومفيش جمهور. وانت عارف الجمهور في المانيا حتى بيحطوا صور الناس والناس تدفع فلوس وحاجات كده. فجاء بقى من اسبوع كل الناس كلموا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي كلم الدكتور حسن وقالوا له ان احنا عايزين نعملها من غير جمهور. فهو الدكتور حسن النهارده كان مع الدكتور اشرف صبحي ومعالي رئيس الوزراء حاضر الاجتماع اللجنه العليا فعلا. وراحوا بالتالي راحوا للدكتور مصطفى، ما اعرفش بقى تدورات، لكن هم قرار وصلت هنا قرار نهائي انه ما فيش جمهور. طب شايف اكيد يعني ده اكيد افضل يعني، يمكن احنا تابعنا خبر افضل طبيا الحقيقه. لكن بالنسبه لفرقتنا، فرقتنا مظلومه الحقيقه. يعني انا مش عايز اقول، مش طلع لهم حجج من قبل كده، لكن الفرقه كويسه. المفروض كانت تلعب 15 ماتش مع فرق فيرست كلاس، وهي لعبت مع البحرين ومش هنقول سكند كلاس، البحرين مثلا ثالث يعني تصنيف ثالث. البرازيل اللي كانت هتلعبك وما جاتش،
اليابان تصنيف رابع. يعني البرازيل مش جايه. لا هتلعب بطوله بس يوم مش جاي. بس هتتاخر فمش هنقدر نعمل معاه ماتش. مش هنقدر تلعب، كنا نعمل ماتش يوم السبت اللي فات. فطبعا الولاد ما لعبوش ماتشات دي مستواها كويس. هتلاقي في الماتشات بتاعت اليابان الثلاثه اللي كويسين او الاربعه اللي كويسين اللي محترفين بره. يعني اذا كان يحيى خالد جايين جاهزين، واحمد هشام دودو وسند وممدوح هاشم شويه. لان يعني هم دول اللي خلصوا دوري بطوله اوروبا وجايين جاهزين يوم 31 اللي فات ديسمبر. يمكن يا كابتن استكمالا كلام حضرتك بخصوص الجمهور، يمكن كان في طبعا خبر صرح النجم الدنماركي بيكيل هانسن هانسن ان هو الوسائل الاعلام الدنماركيه انه طبعا بيفكر جدا في الانسحاب لو كان في جمهور. يمكن برضو يعني زي ما بتقول هو قلقان على نفسه اكيد كان، بالرغم ان احنا في تامين طبي شامل، بس هو يمكن ما جاش وما شافش، فيمكن ده برضو كان ليه تاثير او كان اتاخد في الاعتبار في قرار البطوله بدون جمهور. هو اللعيبه هناك اقوياء، يعني اللعيبه الاساس الحكايه دي كلها اللعيب اللي هو بتاع المانيا اللي هو السنتر فيرود اللي هو شعره ابيض ده، ده كان جاله كورونا وخف وبدا يلعب الدوري في المانيا. ممتاز. ولعب مع كيل فاينل بتاع بطوله انديه اوروبا. انديه اوروبا بس هم عاملين زي ايه، زي نقابه مثلا، قالوا ايه يا جماعه احنا نتجمع ازاي، هنروح مصر وفي فيروس واحنا الفيروس ده مش عارفين في مصر، زي اتحاد اللاعبين المحترفين. اتحاد اللاعبين المحترفين فهم قالوا مش عارفين في مصر الفيروس ده واصل لغايه فين، فاحنا احسن ايه ما نروحش. فبداوا يعملوا تفاوضات مع الاتحاد الاوروبي مع الدكتور حسن الاتحاد الدولي، شوفوا النظام ايه، وخلاص وصلوا في الاخر ان هم هيجوا لو البطوله هتتعمل من غير جمهور. كم فرقه وصلت يا كابتن حتى الان؟ لسه لغايه دلوقتي غير اليابان بس. البرازيل اخرت قدومها، يمكن البرازيل جايه من البرتغال يوم الثلاث ان شاء الله. طب عند حضرتك معلومات في فرقه اكدت او في فرقه اعتذرت؟ كله اكد، 32 اكدوا معلومه، ده ساب الينا كل الناس. كل الناس مأكدين. لكن انت مستني لان هم هيجوا الثلاث يلعبوا الخميس، انت عارف ماتش مصر والشيلي الاربع، هو الاربع بس. بس ده مش افتتاح البطوله، ده افتتاح البطوله ولكن مش افتتاح المباريات. المباريات كلها هتبدا يوم الخميس. طب يا كابتن حضرتك كنت قلت لي الحلقه اللي فاتت ان احنا عندنا 48 ساعه المسحه الاولانيه. ايوه كافيه. هم بيجوا بمسحه من عندهم ومعتمد. اول ما بينزل المطار، انا يعني انا معايا الصوره دي يا كابتن، مديها لك انا. اول ما بتنزل المطار بيعمل ايه، مسحه على طول اهي. يعني تلاقي هنا الحته دي كلها المسحه 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 بتاعت الفرق. يعني في فتره في الاول او في الجداول اهي في الجدول. كل دي برج العرب بتهيالي ده اكتوبر 6 اكتوبر تلاقي مواعيد التمارين ومواعيد الماتشات والمسحات بتاعتها. يعني اعدلها للكاميرا كده، بصوا يا جماعه ده الجدول اللي بيقول عليه كابتن محمد، الجدول بتاع كل فرق. كل صاله فحاطين فتره يومين بتاعه المسحه، صح كده؟ بيعمل مسحه كل يومين، اصل هو بيلعب كل يومين. يعني اللي بيلعب الاربع يلعب يوم الجمعه، واللي يلعب يوم الجمعه يلعب يوم الاحد، اللي بيلعب الخميس يلعب السبت. فتره كافيه ان المسحه، فتره بتتعمل المسحه وبتتعمل عليها كل حاجه. ده كده انا عايز اوريك ان هم ادي الاربع صلات، اربع مجموعات، يعني دي الاربع صلات. اربع صلات، انا اسف. خلي بالك ده منين جاي، منين جاي؟ من الاتحاد الدولي. تمام. يعني هو المواعيد التدريبات والماتشات من الاتحاد الدولي. كل دي هتلاقي كل صاله هتلاقي مثلا ده مثلا كايرو ستاديوم. هتلاقي فيه صاله الجيش وصاله الشرطه والصاله اللي هي الفرعيه الثانيه اللي هي للتدريب، للتدريب والصاله الرئيسيه. تلاقي السله الرئيسيه، بص الالوان المختلفه دي الماتشات. تمام. والباقي اللي هو التدريبات. هنا المسحه بقى، دول المجموعه مثلا باللبني دي هتعمل مسحه يوم مثلا الثلاث، ودول هيعملوا يوم الخميس كده على طول. وقول لي يا كابتن، يعني دلوقتي حضرتك قلت لي برضو انه كل فرقه هتوصل ليها تدريبه واحده، ليها تدريبه واحده على الصاله اللي هتلعب عليه. حلو. طب ما كده الفرق كلها هتيجي في ايام ورا، يعني مثلا لو قلنا البطوله الخميس الفرقه كلها جت الثلاث، ماشي هتلحق تمرن 31 فرقه؟ لا يعني ما انت مش هتمرنهم على صلاه واحده. انا فاهم. ما هم متقسمين. يعني استاد القاهره عليه 8 فرق، عليه مجموعتين في 4 ب 8. بنتكلم على 4 بس، قول لي ليه؟ مجموعه 4. طيب لكن ده اللي هيلعب يوم ايه، يوم الخميس، تمام، هيتمرن يوم الاربع، واللي هيلعب يوم الجمعه هيتمرن يوم الخميس. تمام. يبقى انا عندي يومين، صح. فهم بيتمرنوا، حتى اللي عندهم تمرين يوم الخميس الصبح اللي هو الفرق اللي هتلعب الخميس بعد الظهر هيتمرنوا مثلا 9 ل 10 وربع، ومن 10:30 ل 11 وربع. الاربع فرق يخلصوا 1:30. ممتاز. كويس. حلو. الفرق الثانيه بقى ايه، هيتمرنوا فين؟ في صاله 2. صاله 2 لانه خلاص ثاني يوم بقى العكس على طول، ده يتمرن وده يتمرن. والساعه وربع دي خلي بالك احنا بنتمرن بره لما نروح بطوله العالم تتمرن عليها 50 دقيقه بس، فاحنا عاملينها ساعه وربع بس على اساس ان هو ياخد تمرينه كامل ما يقولش لا.
زي الفل زي الفل الحمد لله. طب قول لي يا كابتن دلوقتي الصالات، طبعا احنا تابعنا امبارح لقاء معالي الوزير امبارح وشفنا الصاله بتاعت العاصمه الاداريه، حاجه يعني حاجه جميله. حاجه ايه يا كابتن ده؟ يعني يا كابتن يعني اتعملت امتى دي يا كابتن وطلعت امتى؟ لا ده احنا شفناها ويا رب لحظه. ما انا عارف يا كابتن وحضرتك ماسك الصالات، خلي بالك الايه، لا اللي ماسك الصالات عاصم، بس انا دايما كنت معاك على طول في الكلام ده كله. والكابتن عاصم طبعا ابن النادي الاهلي ونجم مصر، وكان في الصور معاك الحلقه اللي فاتت كلها. يعني الصاله دي امتى يا كابتن اتعملت والرسومات والدنيا؟ عايز احكي لك ان في حاجات دي صاله اكتوبر كويس، تمام. هتلاقي هنا كل صاله ليها اربع ورقات. الاربع ورقات دي اللي هي انت عارف مثلا استاد القاهره كذا كذا دور طبعا، فالدور فاهم ازاي كل دور معمول له حاجه. دي المدخل، دي انت عارف انت 100% عارف المدخل، مدخل عند اللي العربيات. هي ما تخش من عند العربيات. بعدين هنا تلاقي ايه، هنا حاطين صور اللعيبه بتاعتنا. بعدين لما تخش هنا تلاقي الاوض بتاعت اللعيبه والحكام والحاجات دي. بعدين ليفل 2 بعدين ليفل 2. بعدين هنا هيطلع لك الصالات اللي هي اللي جنب الصاله 3 وصاله 4، الصالات الفرعيه اللي هي هيبقى فيها الجمهور. حضرتك هيبقى الصاله الفرعيه رقم 2 بس اللي فيها تدريبات، لان هي الوحيده اللي هندبوط. كويس. انت كمان لازم كنت تشوف برج العرب، يعني هو جابوا لكم الصاله. لا العاصمه، العاصمه اكبر من برج العرب، بتشيل 7500. وفي صاله ثانيه جنبيها دوم صالتين، الصاله في صاله صغيره وخلصت برضه. خلصت بص يعني هو في زياره من الرئاسه ما اعرفش طبعا الرئيس ولا مين اللي راح يوم الثلاث اللي فات. انا كنت هناك يوم الاثنين ورحت يوم الخميس. في تطور فظيع طبعا طبعا. كويس. بعدين الشوارع انت من طريق السويس للصاله كان بايظه خالص، بيعملوا كباري وبيعملوا مش عارف ايه طبعا. الحتت اللي هي قدام الصاله اترصفت، اتحط لها نخل عارف انت اللي هو الطويل في نطيب. كل ده طيب. كل ده في 3 ايام. طب عايز اسال حضرتك حاجه، يعني انت دعم القياده السياسيه لحدث زي ده يا كابتن الحقيقه ده هو يعني اللي مخليها تمشي عشان تبقى فاهم. انا لما رحت الصاله يوم الاثنين ما كانش فيها كهرباء، كهرباء دخلت، ما كانش فيها غاز، دخلوا سولار عشان ال 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 البتاع ده السخانات، يعني السخانات كانت ماشيه بالغاز. الغاز ما دخلش، راح مدخلينها بالسولار. كويس. وادي الصاله اللي هي العاصمه الاداريه اللي انت طبعا الحاجات دي اللي هي اللي فيها الميديا واللي فيها طب كابتن انا في معلومه جات لي دلوقتي من الزملاء في الاعداد، طبعا زميلي احمد رشاد قال لي ان في 5 فرق هتوصل بكره، الارجنتين، البرتغال، ايسلندا، الكونغو الديمقراطيه، بيلاروسيا. وصلنا بكره. ما بكره امتى؟ ممكن بالليل. بكره يبقى فجر تاني يوم. بس وجود برضو 5 فرق بكره بتهيالي من 32. لا كله جاي ان شاء الله. يعني انت ما تقلقش يعني كده. اليابان بيني وبينك يا كابتن احنا كلنا طبعا مستنيين الحدث ده ونفسنا ينجح بشكل كبير ان شاء الله ان شاء الله، وفرحانين بيه جدا. بس يا كابتن خليني، طب يعني اكبر صاله واحد دي اللي هيبقى عليها الافتتاح طبعا. وقرينا خبر النهارده ان حتى نجوم الافتتاح هيبقوا في الفقاعه. كله دخل الفقاعه النهارده عشان تبقى فاهم. يعني حتى مدام امال اللي هي رئيس الاتحاد اللي هي مديره الاتحاد الدولي دخلت الفقاعه مسحه ودخل كله مسحه. عندكم هنا واحد من النادي الاهلي طبعا. راح مع الجريده بتاعته اللي هي برج العرب. هتلاقي في كل بقى الصحف اللي هو مدخلها واحد هتلاقيهم موجودين. طبعا يعني هم الاربع اوتيلات اللي معمولين على اساس ان هم بيقفلوا جزء من عندهم. العمال اللي بيشتغلوا اللي هم اللي بيقدموا الاكل ويقدموا الشرب برضه محجورين في الحته اللي هم فيها. الاتوبيسات السواقين محجورين، الاتوبيس بيتعقم، الارضيه بتتعقم. مثلا هيجوا يتمرنوا في نادي هليوبلس، حتى انا قلت لهم النادي الاهلي على اساس ان الاوتيل قريب من النادي الاهلي، قال لك متاخرين على ما نقدرش نطلب دلوقتي من النادي الاهلي. لكن في هليوبلس كانوا طالبين من الاول، انتم مجهزين نفسكم في هليوبلس. فبيجوا هم مثلا التمرين الساعه 9، الساعه 7 الصبح في ناس بتروح بتعقم فاهم ازاي. الصاله اللي هي بتاعه الملعب اللي هي الصاله الرئيسيه الاستاد والعاصمه الاداريه ودول، بيخلص الماتش الساعه 11. عايز اوريك السكادجول بتاع اليوم. كويس. السكادجول بتاع اليوم الراجل بتروح الساعه 8 الصبح تخلص 11:30، 11:30 تبدا النظافه، الساعه 1 يبدا التعقيم. تاني يوم الصبح يجوا اول فرقه بتيجي الساعه 9 الا ربع، لان تمرينها 9 تمام. فبتخش على التعقيم في كل حاجه متعقمه، محدش دخل الصاله قبليهم، محدش دخل الصاله تتقفل. بقول لك في سيستم معمول من الاتحاد الدولي عارف حازم
وقوي الحقيقه. يمكن ده اللي طمن الفرقه يا كابتن. ما هو ما هو انت بعت كل الحاجات دي للفرق في اوروبا وفي اسيا الغريبه يا كابتن. امبارح تصريحات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي قال ان اول زياره للاتحاد الدولي لما جم زاروا وشافوا السيارات وبتاع كان التقرير سلبي، وقالوا ان مستحيل يحصلوا يخلصوا. كلمني عن ده وازاي خدت التحدي ده يا كابتن. الصاله بتاعت استاد القاهره يعني هم ايه قال لك اكتر صالتين هيخلصوا صاله برج العرب وصاله العاصمه الاداريه. نعم. وبعدين لما انا كنت معاهم بقى لما رحنا الصاله بتاعت الاستاد كان بس في سقالات شايله ربع الصاله. السقاله ده الراجل اللي هو درويش قال لك ايه دي تخلص في شهر، يعني الاربع تربع تخلص في 14 والزياره اول سبتمبر اللي فات. فاهم ازاي؟ طب تخلص يناير. طب لما انت ما فيش بطوله فما قلت للدكتور حسن كلم الدكتور اشرف، الدكتور اشرف برضو كلم الرئيس وطلع في التلفزيون يعني السيد الرئيس ومعاه المستشار المالي بتاع الرئاسه ومعاه الدكتور اشرف. بدات بقى ايه تاني يوم رحت لقينا اربع سقالات، عارف بيركبوا اربع سقالات اللي خلص في شهر، في شهر ونص كانوا مخلصين الصاله بتاعت السقالات. ما دايما بنشوف السيد الرئيس دايما ابدا يعني ما شاء الله انجازات دي تخلص في شهر وسريعه وسريعه. يعني ده انت بص بس اربع شهور خلص في الشهر. لما بتشوف انت الصاله بيجي لك احباط بعديها بتلات اربع ايام بتبقى مبسوط. صحيح. فاهم ازاي؟ بلاش الفرق الكراسي والكمبيوترز والسكانرز والحاجات دي كله اكويبمنت المساعده تك 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 مفيش نو تايم. فاهم حاجه جميله يعني. ده كمان بيقولوا لي انه الزياره الاخيره الدكتور انا شفت حوار معالي الوزير امبارح طبعا دكتور اشرف صبحي كان قبل الزياره الاخيره اللي كانت من شهرين دي قال لك استحاله، قال لك مش هنخلص، قال لك هو نفسه معالي الوزير قال مش انا اللي قال لك استحاله، الناس قالت استحاله. ومع ذلك احكي لك حاجه بقى 6 اكتوبر للدكتور حسن مصطفى دي الصاله كده زي دي كده وهنا في الشارع صغير تمام العربيه بتاعت التلفزيون مش هتقدر تخش الشارع الصغير. طب نعمل ايه؟ راحوا شايلين جت الهيئه الهندسيه شالت الرصيف ده خالص بقى الشارع داخل على الشارع الكبير عشان الايه العربيه تخش التفاصيل. وراحوا عاملين البتاع بعيد شويه تقدر تدخل العربيه وتخش وتعمل كل حاجه. وشفنا حتى امبارح في الصوره كابتن عربيات في البث الفضائي والتلفزيون عربيات جد كبيره وشغل يعني حاجه تتحس ان انت في حته تانية. حته تانية وناس بيشتغلوا 24 ساعه ما بيشتغلوش مثلا 12 ساعه ويقفلوا لا 24 ساعه وبعدين تخش تلاقي الاستشاري موجود، المهندسين موجودين، المهندسين بتوع الهيئه الهندسيه موجودين. يعني مثلا ايه في العاصمه الاداريه في اللي هو الملزم اول فولي ده مهندس عنده 22 سنه قال لي انا قاعد هنا ما بخرجش بروح له طبعا كل وقت بشوف تتابع العمل معاه في كل وقت. يمكن معالي الرئيس رئيس الوزراء وكمان دكتور اشرف صبحي صرحوا ان طبعا الهيئه الهندسيه يمكن تم ايكال هذا الامر ليها لان في انضباط وفي سرعه في الانجاز. لا احكي لك بقى احنا ايه صممنا في اللجنه قبل ما امشي يعني ان يبقى مدير التشغيل من مهندسين الهيئه الهندسيه اللي هم الضباط اللي موجودين. طب ليه؟ اقول لك ليه؟ لان هو هيبقى تحت ايده الكهربائي، تحت ايده السباك، وتحت ايده كل المقاولين الصغيرين، وهو اللي عامل كل الحاجات دي او هو اللي مشرف عليها من A to Z. ففي انضباط ففي انضباط وفي ما فيهاش في صرامه يعني. فكل الحاجات دي اولا انت كانوا قاعدين في اسمها ايه دي بتاعت كرفانات محطوطه كانوا بيباتوا فيها يعني بنباتوا فيها وحمامات وكل حاجه. في اسبوع ما لقيناش الكرفانات دي خلاص راحت اتشالت. كلها اتشالت. بعدين خلي بالك المجمع اللي هو بتاع العاصمه الاداريه ده مجمع كامل. عارف مدينه يعني فيها حمامات سباحه فيها بتوع الجودو فيها فروسيه فيها فروسيه فيها فيها كل شوتينج فيها كل حاجه. لا مدينه كبيره. وبعدين عاملين في النص كده زي بتاعت شلال ميه شفتها امبارح حلوه حلاوه غريبه يعني تبقى قاعد وانت مبسوط. حتى طب يا كابتن انت حضرتك شاركت في بطولات عالم كتير وحضرت وحضرتك طبعا يعني ممثل لينا في اتحاد دولي ودكتور حسن مصطفى بثق فيك جدا يا كابتن يعني بثق فيها 4-5 مبهدلنا بس حضرتك قد ايه دول حضرتك وكابتن العاصم السعداني وعلاء السيد وعندك في ناس كتير مجموعه كبيره الدكتور حسن الحقيقه زي ما بيقولوا يعني ايديه يعني ورجليه في الامور دي. شايف ان تنظيم كاس العالم ده او بطوله العالم دي تضاهي يعني اللي اتنظمت في اوروبا ولا احنا سبقناهم؟ وانت سبقتهم بالملاعب الجديده. يعني الملاعب الجديده دي عملت لك طفره فظيعه. ان احنا لعبنا بطوله العالم هنا سنه 99 لعبنا في صاله بورسعيد
وصالة الإسماعيلية، الإسماعيلية دي اتلعب عليها البطولة وما شفناهاش تاني في الجيل كانت وفي استاد القاهرة اللي هي الصالة الكبيرة والصالة الصغيرة. فبص بقى أنت دلوقتي بقى عندك أربع صالات فخمين جامدين، يعني إيه كمان منهم ثلاثة أنشئوا خصيصا، أنشئوا خصيصا في الوقت في وقت نو تايم، يعني سنة ونص كانوا خلصانين. طبعا أنت بتشوف حاجات زي السحر، بتشوف السحر، زائد ان انت عندك الصالات اللي موجوده. طبعا عندك بنيه اساسيه اللي هي بتاعه الاوتيلات، انت عندك اوتيلات مفخره الحقيقه. يعني انت مثلا في البرتغال في بطوله 2003 ودونا اوتيل تبع زي مثلا ايه، زي الاوتيل اللي موجود في صاله 6 اكتوبر، حاجه جوه الكومباوند، فاهم ازاي؟ لكن كانت قليله وكانت كل اوضه فيها سريرين، حمام، مفيش حاجه، الاكل اللي بتاكل زي انك انت. الاوتيلات هنا عاملين طبعا نظام جميل الحقيقه، فيعني انت عندك حاجات تانية مساعده. طب كابتن الاوتوبيسات ايوه انا عايز الترانسبورتيشن دلوقتي انت عندك الاوتوبيسات بتيجي تاخدك من الملعب ل طب الاوتوبيسات دي لازم تتعقم، تتعقم. طب والسواقين محمولين بابل كمان جوه الفقاعه، وعملوا مسحه وبتعملوا مسحه ده مسح خلاص، لان هم هيستنوا. انت شفت اليابان وهي نازله من الطياره، اليابان نازلين من الطياره عملوا لهم المسحه ودخلوهم الاوتوبيس على الاوتيل، ما خرجوش. والباسبورات جت لهم على هناك، الباسبورات جت على هناك. تيجي بقى هم اتنقلوا من الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه بتاع القوات المسلحه ده، اتنقلوا للاوتيل اللي هو اللي هيروحوا يلعبوا فيه. تمام. معرفش اليابان هتلعب فين، بس لا لا ده خليني بقى، انا عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن الافتتاح يا كابتن، بس خلينا نطلع لفاصل، لازم اطلع له ضروري هنتكلم عن الافتتاح، هنستعرض مع بعض الجداول الفرق، ولكن خلينا نطلع لفاصل بعد اذنك يا كابتن محمد. موافق. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل، هنعرض لحضراتكم الجداول المباريات، يعني هنعرض لكم بعض الامور ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن محمد الالفي عن بطوله العالم لكره اليد. يمكن كابتن محمد عايزين استعرض مع حضرتك الاستعدادات، يعني الفريق استعد بمباريات ايه ونقولهم للساده المشاهدين. هو المباريات كان في مباريات كتير الحقيقه، بس هم طبعا في اعتذارات على اساس ان انت ما تقدر مش عارف تسافر عشان الفيزا، وهم مش عارفين يجوا برضو عشان الايه الفيروس اللي هو كورونا. لكن انت لعبت في مصر هنا ماتشين في نوفمبر اللي هو 5 و7 نوفمبر، مصر مع البحرين وكسبتهم هنا 32-19 و25-23 كويس، لعبتهم في المنامه بعديها بعديها تقريبا بشهر شهر. كسبت اول ماتش 34-22 والماتش الثاني 31-25. في القاهره هنا كمان لعبنا مع اليابان في يناير، هم جم الاسبوع اللي فات، لعبت 5 يناير و7 يناير وكسبت 34-29 و33-25. والحقيقه البرازيل كانت جايه بس اجلت على اساس ان عندهم كانوا هم في البرتغال بيلعبوا ماتشات، طلع عندهم 4-5 عندهم كوفيت ويخفوا يوم الاثنين، فييجوا ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله. يمكن برضو المباريات يا كابتن زي ما حضرتك قلت مش ليفل 1 قوي، مش بس يعني ماشي الحال، يعني هنعمل ايه؟ طبعا هي احسن من بلاش، احسن بلاش. لو تيجي تلاقي اللي لعبوا كويس هم الاولاد اللي بيلعبوا محترفين بره، اللي هو سند ودودو اللي هو احمد ديشان. هم 6 يا كابتن تقريبا؟ هم 4. 4 لا هو كريم وعلي زين، ما هو علي زين، علي زين نفس القصه. الشرقه دي برضو ايه؟ الامارات الدوري بيبقى جامد هناك بس هو الليفل بتاعه اقل من الليفلات اللي هم بيلعبوا فيها. يعني في ناس بيلعبوا في فرنسا، وطبعا يحيى بيلعب في بطوله اوروبا ووصل لغايه السيمي فاينل، يعني طلعوا الرابع بس لا وصل لغايه السيمي فاينل. ممدوح هاشم طلعوا من دور الثمانيه اللي هي بوخارست، بس برضه لعب بس رجع بدري، هو رجع بدري شويه. ونيم كان بيلعب في الدوري الفرنسي وبيلعب في بطوله اوروبا بس برضه خرج بره. الاربعه جايين جاهزين طبعا. لما تيجي تشوف الماتش بتاع اليابان اللي ظاهر اللي هو دودو احمد هشام السيد، ما شاء الله المستوى اتقدم في الثلاث اربع اشهر اللي لعبهم في فرنسا. طبعا سند، يحيى، زي الحراس المرمى. طبعا حراس المرمى حتى لو هم من غير تمرين اللي بيشوط فيهم لعيبه كويسين، فهم بيتقدم مستواهم اللي هو عصام الطيار وحميد وكريم هنداوي. بس حميد ما لعبش، لعب كريم هنداوي والطيار. فطبعا قول. طب يا كابتن احنا كان في مباراه مصر برضو، الناس بتتساءل مباراه مصر في المجموعه امتى، يعني مواعيد الماتشات امتى؟ مواعيد الماتشات هم المجموعه بتاعتنا هتلعب في الاستاد، هتلعب يوم الاربع اللي جاي في الافتتاح مع تشيلي،
وبعدين يوم 16 اللي هو السبت يوم 16 يناير برضو الساعه كلها الساعه 7 كل الماتشات كلها 7 تمام لغايه لما توصل ان شاء الله لو وصلت الفاينل يعني يارب. كويس. مصر وتشيك يوم 16 يناير الساعه 7 على الصاله الرئيسيه برضو. مصر والسويد يوم الاثنين يوم 18 على صاله الاستاد القاهره. طب حفل الافتتاح هيبقى قبل الماتش البدايه يا كابتن صح؟ والله في مشكله حفل الافتتاح ده. اقول لي يا كابتن المشكله ان كابتن عاصم السعداني هو اللي قال لي ان الترابيزه اللي هي بتاعه الحكام والبنشات بتاعه اللعيبه شفتهم في ماتش اليابان والبنشات اللعيبه دي بتشال الكرسي بيتشال لكن انت عشان تشيل الترابيزه بتاعه الحكام وبتاعه التحليل دي مشكله هتشيلها عشان يخشوا يعملوا ربع ساعه الافتتاح وبعدين تركبها تاني بس دي كابلات شفت بقى انت قلت ايه هم بيفكروا انهم يعملوها من الناحيه الثانيه ما يعملوهاش من الناحيه اللي فيها الـ يعني ايه يعملوا الافتتاح من ناحيه ثانيه؟ لا ما هو الافتتاح هيتعمل على ارض الملعب بس طيب. الدخله بقى تخش من الناحيه دي ولا من الناحيه دي لسه بقى بيشوفوا يعني مش ليها يعني طب اتحلت ولا او يمكن اتحلت لا محدش كلمني انا فاهم انا قصدي حضرتك ان دي مشكله من المشاكل اللي قبل عاصم اللجنه كابتن عاصم السعداني هو اللي كان بيحلها انت عارف مهندس ومعاه الاستاذ دكتور محمد رفعت برضه مهندس وبيدرس في الجامعه دكتور فده هو تهيألي في جامعه القاهره دكتور محمد رفعت انا يعني انا خريج هندسه القاهره وتهيألي سمعت اسمه ده هو اللي بيعمل ايه يعني لما تبقى امتحن الدكتوراه وتاخد الاستاذيه هو من ضمن الناس اللي بيمتحن الاستاذيه ما شاء الله لا ما شاء الله عليه كويس قوي اسم كبير ولعب جول معايا وهو دكتور بس حلو يا كابتن ان انتوا عاملين حاجه حلوه بصراحه يعني احنا بنحسدكم بصراحه ليه بس ما انا اقول لحضرتك لا بس مش حسد غبطه اليد بيجمع اسرته كلها بيستعينوا بكل الأسرة كره اليد انا كنت عايز كلهم يبقوا انا مشيت عشان الحكايه دي عشان تبقى فاهم ومشيت على ايه عشان متطوعين ما ايوه بس كله شارك يا كابتن كله شارك يعني قصدي اقول لك ان حدث زي ده أسرة كره اليد لمت كل اولادها ودخلت بيه ما فيش حد يعني زي ما بيقولوا اتنسى او حد اتساب لا ما فيش حد يعني حاجه يعني بنحسدكم يا كابتن معلش تعدي كده طب يا كابتن خلينا نستعرض معاك بقى المجموعات وتقول لنا مجموعه كابتن هتلعب فين وهم كم مجموعه كده يعني نبتدي مع حضرتك هم 8 مجاميع تمام يا كابتن كويس الثمان مجاميع دول كل مجموعه 4 النظام اللعب هيتلعب دوري من دور واحد كويس يوم ويوم لا بيلعبوا ماتشات والرابع هو اللي بيروح لكاس الرئيس والثلاثه الاولين بيخشوا مع دور 24 بقى 4 مجموعات كل مجموعه 6 كويس يلعبوا يطلع الاول والثاني يلعبوا مع بعض دور 8 حلو كويس اللي يخسر بيطلع يلعبوا دور الاربعه بعدين يلعب اول وثاني وثالث ورابع كويس تمام. بعد الثالث والرابع مفيش مباريات يعني من الخامس لل 23 او لل 24 ده بالنتائج بتاعتهم اللي في وسط البتاع تمام يعني مش هيلعبوا عشان يعني خلاص يعني بتهيألي بتبقى عشان يوفر بس انت لو لعبت هتلعب تخلص في شهر ونص فاهم ازاي وبعدين هم محترفين خلي بالك يعني اوروبا كلها محترفه وكمان عشان الظروف اللي احنا فيها عايز تضغط الدنيا برضه لا هي مضغوطه بالاول يعني هو الماتشات دي مضغوطه من الاول لكن انت كان زمان بتلعب ال 13 وال 14 والخامس والسادس كده يعني منتخب مصر لعب كان على الثامن والتاسع وخدنا الثامن في مره لا سوري التاسع والعاشر او ال 11 وال 12 حاجه زي كده الدوري مش دي مش اللي فاتت اللي قبليها احنا طلعنا الرابع يعني كنت بقول كلنا طلعنا الرابع لا انا بتكلم على اللي قبليها مش اللي فاتت دي على طول بتاعت ولعبت لعبت في بطوله الشباب خامس وسادس في الارجنتين تمام وطبعا لعبنا اول وثاني في مصر كان منتخب كبير ما المنتخب الكبير طيب دلوقتي المجموعه الاولى اللي هي بتلعب في 6 اكتوبر تمام. فيها المانيا والمجر واورجواي والراس الاخضر المجموعه الثانيه اللي هي بي في العاصمه الاداريه اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا تمام. المجموعة الثالثة في برج العرب كرواتيا وقطر واليابان وأنجولا ممتاز. المجموعة الرابعة الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو دي في الاستاد دول المجموعة اللي الاستاد يبقى استنى بقى يبقى المجموعة الرابعة دي يا كابتن اللي هتلعب معانا يعني هتلعب معاك ازاي يعني هتلعب معانا على الاستاد بتلعب احنا في مجموعتين هنلعبوا على الاستاد كل المجموعة السابعة والرابعة في الاستاد تمام يعني انا بسأل سؤال ليه انا هقف عند المجموعة الرابعة معلش يا جماعة تقول المجموعة الرابعة تاني لان احنا هنرجع نلاعب الثلاث فرق الاوائل فيهم لا ازاي يا كابتن هقول لك بقى انت هتلعب مع المجموعه اتش اللي هي المجموعه الثامنه ايه ده شفت بقى لا ثانيه واحده بقى شلفت منك كده دلوقتي يا كابتن انا المجموعه الثامنه انا المجموعه السابعه ايوه تلعب مع الثامنه بلعب على استاد الرابعه هتلعب اقول لك الرابعه هتلعب مع سي مع ثلاثه يعني يبقى الرابعه مش في الاستاد بقى يا كابتن في الاستاد
يبقى كده بطل العالم. لا مجموعتين. مجموعتين؟ ايوه الدنمارك ومصر في الاستاد. يعني انا مش هرد على الفرقه اللي معايا في الصاله. لا 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 ايوه كده مفيش دعوه بالموضوع. ماشي حلو. ده احنا عشان بتبعد عن الدنمارك بس عشان حلو بس يبقى كده حلو. يبقى انا هلعب يبقى انا ماشي كمل استعرض المجموعه الخامسه وهاجي لحضرتك بقى. اقول لك بقى من الاول خالص على اساس ان المجموعه الاولى هتلعب المجموعه الثانيه. تمام. لما في بعد الراوند الاولاني بيلعبوا بعض. بيلعبوا بعض تمام. اللي هم ايه المانيا والمجر واورجواي وراس الاخضر بيطلع منهم ثلاثه يلعبوا ثلاثه برضو اللي هم من اسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا اللي هم في العاصمه الاداريه. دول في العاصمه الاداريه. تيجي بقى المجموعه الثالثه اللي احنا قلنا عليها دي في برج العرب اللي هي سي كرواتيا وقطر واليابان وانجولا. بعد الراوند الاولاني هتلعب المجموعه الرابعه تمام. اللي هي الدنمارك والارجنتين والبحرين والكونغو. فين بقى كابتن دول؟ دول بقى هيلعبوا فين؟ هيلعبوا في الاستاد لو الدنمارك طلعت الاولى. عشان يجولها. يجولها. يا عيني عليك يا كابتن. يبقى الاول ما بيسيبش صلته. ما بيسيبش صلته قاعد. فانت أيوه. عشان كده انا عايز اكسب الثلاث ماتشات عشان اقعد في الاستاد برضه. تصدق يا كابتن. بس انا كان املي ان يبقى في جمهور زي بتاع كاس العالم. لانه لينا ميزه كبيره قوي. يعني كده بس الدنمارك وارد تاخد اول. طبعا. ان شاء الله. فالدنمارك واخد هتاخد اول. عايزينها تاخد اول عشان ما تقابلناش غير في السيمي فاينل. لا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. طب يا كابتن خلينا نخش على المجموعه الخامسه والسته والسبعه. المجموعه الخامسه بقى اللي هي الاي في 6 اكتوبر النرويج والنمسا وفرنسا وامريكا. والمجموعه السته اللي هي البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب دول في العاصمه الاداريه. تمام. دول بينضموا لبعض برضو دول بيلعبوا ضد بعض. تمام. المجموعه السابعه اللي هي مصر اللي هي جي في الاستاد. والمجموعه الثامنه اللي هي اتش اللي هي سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا وروسيا. سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا في برج العرب. تمام. دول بيلعبوا بعض. لو انت طلعت الاول الفرقه دي هتجيلك. الفرق دول الثلاثه دول هيجولك انت. هيجولك الاستاد. فاحنا لازم نكسب سويد ان شاء الله. سويد طب تشيك. طب خلينا يا كابتن يعني اقول لحضرتك طب وات ايفر في ايا كان ملعب احنا جوه مصر ما فيش مشكله خالص بس خليني او يعني احنا هنلعب تشيلي والتشيك والسويد ادي ثلاث فرق. لما نروح على المجموعه الثامنه من وجهه نظر حضرتك مين الثلاثه اللي هيبقوا الاوائل او مين اللي هتطلع؟ دي صعبه. دول صعبه ها؟ طبعا. سلوفينيا دي اصلها دايما خلي بالك سلوفينيا دي من بتوع من هم الدول اللي انفصلت عن يوغوسلافيا. صحيح. من يوم ما انفصلت على يوغوسلافيا هي على طول موجوده في ال 12 الاوائل موجوده في بطوله اوروبا وانت دايما تقابلها في الماتشات يعني حتى تعادلنا معاها في البرتغال 2003. طب تاريخنا معاها ايه؟ لا لا بنكسبها يعني مفيش مشكله. هم العدد بتاعهم قليل قوي 2 مليون ومش عارف كام يعني ما عندهمش قاعده مش قادر اقول لكن هم لعيبه بتوع هاندبول يوغوسلافيا دي اصلها مدرسه الهاندبول. هتقول لي الصرب كمان صربي في الباسكت ما هي مش صربي هي يوغوسلافيا. ايوه ما هو اتقلبت ايه بقى؟ صربيا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والبوسنه والهرسك والجبل الاحمر الاسود الجبل الاسود الجبل الاسود ومقدونيا وبسميها مونتينيجرو الجبل الاسود مونتينيجرو ومقدونيا وصربيا اللي هي القديمه بالجبل. بس مثلا هتلاقي سلوفينيا دي معقل اليد صربيا معقل كره السله باسكت وهاندبول هاندبول هتلاقي بقى لما كانت كلها دوله واحده في واحد لعيب صديقي مسمى الحادثه ومات باسكت بالباسكت كنت مع طول باسكت سنه 79 في بطوله البحر الابيض مع سلعوه ومدحت وكلهم يعني وكانوا الولد ده كان احسن لعيب في يوغوسلافيا كان صغير ولا كبير؟ لا كان زيهم سنا سنا وراح لعب في امريكا وبعدين رجع عمل حادثه اسمه درازان بيتروفيتش درازان بيتروفيتش الولد ده كان من احسن لعيب في صربيا كان دايما نهائي في اوروبا وكان نهائي اوروبا صربيا يوغوسلافيا مع اليونان وكان احسن لعيب في اليونان اسمه جاليس فاكر حضرتك تفتكره كان قصير كده كان سم وكان درازان بيتروفيتش راح احترف في الام بي اي سبحان الله كان في عزه رجع ماشي بالعربيه كونتينر لا ده ماشي جنب عربيه الكونتينر وقع عليه توفى درازان حضرتك شفته بيلعب جميل كان طويل يا كابتن صح بس انت بتتفرج انا كنت بتفرج انت لما تروح تدور زي البحر الابيض او مثلا اول افريكان جيمز او البحر المتوسط او كله بيقابل بعض اتفرج على كله ورحت الاولمبياد سيدني الحقيقه حاولت اتفرج على حاجه ثانيه غير الهاندبول منعونا انت عارف تروح بس انت الاي دي كارت بتاعك على الهاندبول بس يا جماعه عايز اتفرج على التنس بس دلوقتي لا دلوقتي تقدر تروح دلوقتي فتحوها لكن زمان كانت مقفوله على لعبتك فطبعا مشكله احنا قعدنا شهر نلعب اصلنا في سيدني شهر كامل لما عزمت سيدني جميله يا كابتن جميله سيدني ما زهقش يعني ايوه لا ما انت بتزهقش احنا قاعدين في معسكر ما بنخرجش لا بس بعد البطوله بيبقى عندك يومين ثلاثه لا سافرنا يعني الماتش خلص الساعه 8 7 و8
واحنا طلعنا السابع وخدنا العربيات الاتوبيس ورحنا رايحين على المطار ركبنا الطياره ونزلنا على مصر. ما شفتوش حاجه؟ كنا ميتين يعني. ما شفتوش حاجه خالص؟ ما شفناش. معلش بقى. طب كابتن خلينا نقول برضو حضرتك قلت سلوفينيا في المجموعه الثامنه اللي احنا هنرد عليها ان شاء الله. ايوه. ومش بيلاروسيا. بيلاروسيا هتوصل بكره. كوريا الجنوبيه دي اضعفهم على ما اظن. وروسيا. روسيا برضو كانت بره التصفيات. طب كوريا يا كابتن هي ولا اليابان؟ زي بعض. زي بعض. طب يعني المستوى ليفل 3 يعني حضرتك بتتوقع ان كوريا هي اللي تطلع؟ ممكن. بس روسيا اصلها ما خسرت في التصفيات هي وفرنسا. خدت وايت كارد ولا خدت وايت كارد من الدكتور حسن. طب احنا لو قلنا سلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا اتاهلوا هنقول يعني اسامشن هنفترض هنشيل كوريا الجنوبيه ونحط الثلاثه الباقيين هم سلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا الثلاثه نكسبهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طب بس الاول لازم تعدي الثلاثه دول. لازم تعدي اللي معاك في المجموعه. نتكلم بدني. انت عندك دلوقتي واحد بتاع معد بدني معد احمال زمان ما كانش عندنا. اسباني ولا مصري؟ اسباني. اسباني جاي مع الخواجه. انت لما كنت بتوصل الماتش السابع الثامن كنت بتبقى خايف ان انت تخسر لان انت الاحمال بتاعه اللعيب عندك مش واصله التوب بتاعتها فبتخسر. في السيمي فاينل كنا بنخسر في دور الثمانيه لما كسبنا دور الثمانيه وصلنا السيمي فاينل. تمام. خسرنا الثالث والرابع من يوغوسلافيا 8 تجوان. خبر ابيض. والله وكان المفروض نكسبها بس يعني ما بدنيا خلاص كله جاله زي الدروب بتاعه. بس يا كابتن انت شباب وناشئين عندك فرقتين نار. المفروض نار واخدين بطوله عالم وتالت عالم. وتالت عالم. فانت عندك ما شاء الله. بس في جاب في النص. جاب ما هو طبعا في جاب صح بس يعني. لا بس معلش يا كابتن اختلف معاك. الجاب عوضها الخمسه سته محترفين بتوعنا. والخمسه سته محترفين دول مع الشباب مواليد 2000. طيب ماشي. سند مواليد 91. كويس. تمام. ممدوح هاشم مواليد 88. خالد مواليد 98. يعني هم ماشي سند في جاب بينهم من بعض. سند اكبرهم يمكن صح. اكبرهم ممدوح هاشم. ممدوح هاشم بس بيلعب في ما شاء الله في يعني بيلعب في بوخارست وبيلعب في ليفل عالي يعني اصلا بيلعب في مونبيليه وخد بطوله اوروبا يعني هو محافظ على نفسه. يمكن ممدوح هاشم هو اللعيب الوحيد اللي خد ثلاث بطولات افريقيا. افريقيا واسيا واوروبا. اللعيب الوحيد في العالم. ايوه في العالم. ما حدش بيلعب في الحتت دي. بالظبط. لاعب بطل خد بطل اسيا مع مين؟ كان خده مع فريق في قطر. فريق قطري وخد بطل الزمالك بطل افريقيا وخد بطل يعني عندنا لعيبه جامده. مونبيليه. فعندك الثلاث لعيبه دول عندك مجموعه اللعيبه المحترفين مع الولاد اللي طالعين من الناشئين والشباب. طبعا. طب ما هو كده ميكس. ايه الجاب بقى اللي في النص؟ في جاب بقى اللي هم ايه؟ مواليد 96 و95 و94 بتلاقي مثلا يحيى درع بس. ازاي تلاقي مثلا مش عارف ايه هو هيعمل تشكيله. هو الراجل حقيقه يعني مثلا ايه عنده بتوع مواليد 98 اللي طلعوا ثالث العالم دول عنده ثلاثة مثلا. ايوه صح. فاهم ازاي؟ صح. من 2000 في اثنين او ثلاثة الحسب بقى اللي هو هيقلش مين. هو عنده 22 واحد دلوقتي. لا انا بس عايز اعرف كمان من حضرتك بالظبط تفاصيل لان انا سمعت ان هم 23 لاعب او 22 لاعب. عايز اعرف لحضرتك توقعاتك. 23 خالد وليد خرج. خالد وليد ده مواليد 98. خالد وليد بيتهيألي ان هو عنده كورونا. كورونا هل هيلحق؟ ما اعرفش. طب خلينا نكمل الحوار بقى فنيا. نخش بقى ديبلي في الفريق. خلينا نطلع فاصل بعد اذنك يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل عشان نكمل كلامنا الشيق الحقيقه مع كابتن محمد الالفي. والحقيقه انتوا لو شفتوا الترابيزه الحقيقه معانا ورق كتير جدا وامور كتيره بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن محمد الالفي طبعا نجم مصر في كره اليد وكان رئيس طبعا لجنه المسابقات بطوله العالم وايضا رئيس لجنه الصالات. كابتن محمد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فنيا. حضرتك احنا 23 لاعب دلوقتي في الفريق المفروض هنبقى 20 ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك تقول لي خالد وليد. خالد وليد عنده كوفيد يعني بقى له 4 ايام. هل هيلحق ولا ما يلحقش؟ ما اعرفش. طب كوفيد ازاي؟ طب هسال حضرتك عشان برضه الساده مش هتبقى فاهمين. انا في البابل. لا ما كانوش في البابل. هم كانوا قبل البابل كان سيف جاله سيف درع جاله يعني في اوضه واحده. في اوضه واحده اليوبلس الاثنين بس واحد رايح الزمالك وواحد في اليوبلس. فكان متوقع يعني هم بيعملوا المسحه الثانيه ان هو يطلع عشان زميله سيف كان بقى وسيف خافوا بدا يلعب لعب ماتش اليابان طبعا هي توقيت بس توقيت. فهو ان شاء الله صعب يلحق. نفسي يلحق. ليه؟ لان هو بطوله العالم اللي فات برضه كتفه اتخلع في فرنسا حبيبي. يا نهار اسود قبل البطوله ده تلاقيه زعلان قوي يعني. طبعا انا زعلان عليه جدا. ده لعيب هايل برضه والله. لعيب كويس. ربنا يوفقه. طب يا كابتن دلوقتي احنا 22 لاعب ماشي ومفروض هيخرج اثنين. امتى هيبانوا؟ بص بس هو طبعا النظام بتاع البطوله او اللوائح بتاعه الاتحاد الدولي كانت
السنه اللي قبل اللي فاتت حاجه والسنه دي حاجه تانية خالص. تمام. يعني انت دلوقتي انت معاك 22 واحد هيبقوا موجودين معاك، وبالتالي هيفضلوا في البابل، يعني محدش هيمشي. لان انت ممكن واحد يعيا في النص بيبدلوه. بس احنا سمعنا ان هم 20 مش 22 يا كابتن. ما هم في مين يقول لي طيب ليه 20؟ احنا سمعنا ان الاتحاد الدولي يعني خبر كنت انا قلته وانا ما اعرفش حضرتك. انت بتدفع انت كمصر تدفع عادي، بتدفع الاثنين الزياده. اه يعني انا فهمت حضرتك، يعني هيفضلوا معايا في البابل بس اللي هيتسجلوا 20. اللي هيتسجلوا 20 تمام. لو واحد اصيب او جاله المرض بيغيروه بواحد من بره. يعني برضه كان زمان بنوصل لدور الثمانيه، دور الثمانيه اتغير دلوقتي. لا دلوقتي بقى ما اعرفش النظام الجديد هيتعمل ازاي، يعني احنا ممكن نسال علي السيد اسالك عليها ولما اقول لك المعلومه. ماشي عرفنا حضرتك المعلومه اكيد. يعني حضرتك تبقى معانا برضه ان شاء الله. لان هم عشان الـ عشان الـ عشان الكوفيد عاملين نظام جديد او لائحه جديده. لان مثلا ايه في فرقه جايه 40 واحد. 40 واحد يا كابتن؟ اه بيدفعوا وكل زي مين يا كابتن؟ ايه زي مين؟ قطر جايه 45 واحد. 45 واحد ما شاء الله كده. وطبعا فتلاقي السعوديه مثلا جايين 30 كده يعني. فطبعا انت عندك ممكن انت تدفع ويقعدوا. تمام. هم قايلين لك من شهر احنا جايين. يعني افهم من كلام حضرتك الاتحاد الدولي ادى مرونه في البطوله في استبدال اللاعبين. ايوه. طب ده كويس ولا وحش يا كابتن؟ في زمان يعني ولا دلوقتي؟ لا دلوقتي في الظروف اللي احنا دلوقتي طبعا كويس قوي. لكن في الظروف الماتشات اللي فاتت دي تبقى انت مثلا واحد زي احسن لعيب في العالم مش عارف ايه مش موجود، تبقى فرحان هتلاعب فرقته تلاقيه موجود. ما جاي لك اما موجود. لكن دلوقتي لا، دلوقتي بقى انت عندك حاجه قاهره بتثبت انها حاجه قاهره. فاهم ازاي؟ ماجير وحاجه قويه يعني وباء. طب يا كابتن عايز اسال حضرتك سؤال. الناس بيقول لك يعني عشان بس ناهل الناس لحاجه، ممكن تبقى انت في البابل ويجي لك كورونا. ممكن. بدليل ان الدوله عامله غرف عزل وعامله مستشفى صغيره. مستشفى تمشي مستشفى صغيره جوه وبعدين بره تطلع المستشفى لو الحاله تدهورت يعني. تطلع مستشفى بره. يعني وارد. عشان بس الساده المشاهدين ما يجيش واحد يقول لك ايه ده؟ طب ازاي؟ انا كان في البابل وجاله. طب ايوه ما هو البابل دي برضو فيها نفس، الناس فيها نفس. بعدين انت لغايه دلوقتي ما انتش عارف لو ده بتيجي ازاي؟ يعني انا بعديك ازاي؟ او ما شاء الله مثلا انا ما اتعدتش. ليه؟ احنا كنا مش عشان ان احنا واخدين بعض، مش عشان واخد بالي انا. لا عشان ربك هو اللي بيسترها بس. محدش عارف حاجه. وبعدين يقول لك ايه مثلا علاء السيد خلاص هو وعيلته وبدا يخرج عمل بتاع لقاها بوزيتيف. طيب الدكتور قال له انت ما دام عدى عليك 15 يوم يبقى مفيش مشكله ما تعديش. فبس هو قاعد برضه لانه عشان اسمنا كابتن مؤمن صفا كمان كورونا مؤمن لسه بقى هيحلل بكره ان شاء الله. الف سلام عليك ان شاء الله هيحلل بكره. يعني الموضوع ده وارد وقد مش عندنا بس في مصر. لا بس لا عشان ايه بس يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك اصل يعني في ناس كتير بتنتظر السلبيه طبعا وبيبقى مجهود معمول جامد جدا وبطوله هايله واحنا كلنا فرحانين بيها. يجي يقول لك الحق ده اللعيب الفلاني في الفرقه الفلانيه جاله كوفيد. يا عم بابل ايه اللي انتوا عاملينه؟ لا ما يجي ما يجي. احكي لك بقى، انت عارف الملعب بيبقى فيه 75 واحد تقريبا. ده محسوبة. ما انت محسوبة هي 76. لما تيجي تحسب هتلاقي 20 و20 اللي هم الفرق. 16 و16 و4 اللي هم الجهاز. يمكن يزود واحد في الجهاز. اللي هو مدرب الحراس المرمى مثلا. يبقى معاهم على البيت. يبقى ايه؟ يبقى 21 و21 يبقوا 42. ممتاز. واربع حكام، حكمين في الملعب. 46. وحكمين احتياط. 48. 46 واثنين اللي هم الميقاتي والمسجل. 50. والاثنين اللي هم المراقبين. 52. والراجل سوبرفايزر. 53. وبعدين واحد من اللي هو الاف او بي ده هو رئيس الصاله من المصريين ورئيس الصاله من الاتحاد الدولي. 55. كويس. وخمسه من اللي بيعملوا التحليل والاحصاء. 60. دول كانوا 13. 60 و16 واحد بتوع كاميرا مان ومصوراتيه ومحسوبين الكاميرا مان والاخراج وكل الكلام. كل دول بابل يعني. كل دول بابل. كل دول داخلين في البابل. مفيش واحد فيهم هينط الصور. لا طب بلاش. وارد. وقف اشترى حاجه جيرالدو. عارف حاجة. لا مفيش. مفيش وقف. وهو في التمرين كمان في الصالات اللي هي الفرعيه ما بيخشوش اللي بياخدوش دش يعني. ما يخشش في الاوتيل. في الاوتيل. طب يا كابتن لو لعيب عايز سناكس عايز حاجه يجيبوها له يجي له الاوتيل اللي بيجيبها له. ما هو انت المفروض ان انت في الخمس اوض اللي وريتهم لك بتوع الاتحاد الدولي والحكمين والمراقبين الماتشات دول بيجي لهم كانوا مثلا ايه سناكس ومش عارف فاكهه وايه. مفيش كمان ده. اللي يجي ياخد من الاوتيل معاه وهو جاي ويجيب اللي عايز ياكل.
يجيب معاه من الاوتيل ويقول لهم قبليها بيوم انا بكره هقعد مثلا من 10 ل 8 فانا عايز اكل. يعني 76 واحد في الصاله. في الصاله قد واحد يجي له كرون بلاش. واحد عايز يشرب شيشه بقى مش هيبط الصوت. احكي لك انا مثلا لا شيشه يا كابتن دي ممنوعه. انا قلت لهم مثلا الراجل بتاع انجولا العيال بتوع انجولا دول مش هيكلموا جيرالدو بتاع الاهلي طبعا هيروحوا له هيعمل ايه؟ هينط السور من حته هيزوج يعني ممكن وارد يحصل. بتوع تونس مش هيروح الخليلي. طب هسال سؤال صحيح يا كابتن. طب انت فتحت نقطه مهمه جدا. طب انا ازاي هكنترول ده؟ في بقى بتوع بص في ثلاث في مراقبين اتحاد دولي واقفين على الاوتيل مثلا في الريسبشن في حاجه في ثلاثه زون حوالين البابل. اول زون اللي هو الامن العادي. ثاني زون مش عارف شركه افريكا باين اللي هي تبع حاجات يعني شركات معينه تبع المخابرات ما فيهاش يعني ما بيهزروش الحقيقه طبعا. يعني وقفوني في برج العرب يا جماعه انتوا مش هتعرفوا اسمي طبعاً. انا بتاع تبع الاتحاد الدولي. طب ايه اللي يثبت؟ قلت لهم الرئيس بتاعكم مين؟ قالوا لي هشام قادر. اتكلم هشام راح مدخلني. والجزء الثالث هيبقى فيه متطوعين واقفين يعني ممنوع حد يطلع. يعني يا كابتن سؤال بس قول دلوقتي لاعب طقت في دماغه ينط السور هو هينط سور ازاي؟ معرفش. مش هينط خلاص انا كده اطمنت. انا كده اطمنت. بس افرض حد كسر اتمسك. ايوه هيرحلوه. ايوه كده. انت حسن مصطفى ما بيهزرش حاجه. حد اتمسك بيكسر. اصل هو انت عايز احكي لك حاجه. هو رئيس اتحاد دولي وما بيبقاش متداخل كده في البطولات زي ما هو داخل معانا. هو عايز مصر تنجح وحاجه توب مانجمنت حاجه كبيره فوق حاجة. ولكن هو داخل معانا في المطبخ عشان مصر. عايز عايز مصر تنجح وراجل وطني عايز هو مدي مش يعني قايل ان اللي هيحصل منه اي تجاوزات مش عارف ايه هيمشي. يعني اي حد هيكسر هذه الاجراءات الاحترازيه هيمشي سواء كان مين اسمه ايا كان. مفيش لبس في كاميرات طبعا والدنيا متراقبه. اصل مش 100% في الكاميرات بالظبط. والصالات فيها كاميرات يعني عارف مع كله. طب يا كابتن احنا هنبقى 20 لاعب وهيبقى اقول لحضرتك 22 لاعب وهيبقى لو لا قدر الله حد عندنا كورونا. طب القايمه اللي بخش بيها المجموعه كام؟ 16 الماتش 16 لعيب بيبقوا معايا في الماتش. ده قبل الماتش بساعه بتقدم القايمه بتاعتك. حلو جدا. طيب انا 16 لعيب معايا حضرتك يعني بامانه شايف ان احنا من افضل المنتخبات اللي جت في التاريخ؟ يعني مثلا ايه احنا فاكرين طبعا الجيل التسعينات واللي عملوا 90 و92 و94 والكلام ده كله. شايف ان احنا 16 او الفرق المنتخب الموجود دلوقتي ده يعني قريب ولا يعني عشان بس ما نعليش الفرص قوي. الفرص اللي هي كانت نتيجه المباريات الوديه اللي كانوا هيلعبوها او الدورات الوديه كانت هتبقى كويسه زي مواليد اللي هم 72 و74 و70 اللي لعبوا كاس العالم ودخل معاهم بتوع 78 اللي هو حسين زكي. حسين زكي بس اللي كان هو من الصغيرين. لكن هم ما لعبوش. لا يعني انت تظلمهم لو قلت ايه كنا في الاول طموحنا لما طلعنا الاول العالم في 2000 والتالت العالم كنا واخدين اعداد كويس قلنا يا سلام هنكسب بقى ونطلع الاول في العالم او نطلع من الثلاثه الاوائل. يعني حتى قلت لهم مش الاول نطلع من الثلاثه الاوائل دي كنا متوقعين كده. فما جت بقى اللي هي كورونا دي وبعدين الماتشات بدات تتساقط. عارف انت الماتشات تتساقط قدامك. علاء انتوا ما سافرتوش ليه؟ ما مش عارفين ناخد فيزا. حاولوا يعملوا معسكر في المجر وياخدوا الفيزا المجر وهناك بقى بتمشي شنجن تروح تلعب مثلا تلعب مونبلييه تلعب مش عارف باريس سان جيرمان اي حاجه يعني ما عرفوش ياخدوا الفيزا. فاهم طبعا. طب يا كابتن ما هو ممكن ماتشات البطوله يعني احنا عندنا 3 ماتشات في المجموعه ممكن ده يعتبر مع الوقت مستواك يتحسن ولا لما تكون. ايوه بس لو خسرت منهم لو خسرت ماتش مشكله. مشكله بقى ان انت هتيجي في الدور اللي هو بعد دور الثمانيه هتقابل حد تاني. تقابل الدنمارك مثلا في دور الثمانيه. تقابل حسب بقى الايه التقسيمه اللي هي بعد دور الثمانيه حسب القرعه. فطبعا كارثه. انت يعني انت دلوقتي كل ما تكسب بدري كل ما تكسب الثلاثه الاولانيين بيبقوا اهون من الثلاثه اللي هيجوا لك بعد كده. الثلاثه التانيين دول برضو واخدين. طب لو كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش يبقى لازم تكسب الثلاثه التانيين. موضوع صعب يا كابتن. موضوع الناس فاكراها فسحه وهي لا لا هي مش فسحه. موضوع لا موضوع هي صعب. هي كمان خلي بالك ده ضغط عصبي على اللعيبه وعلى المدرب. طب المدرب قال لهم انا عايز اتمرن في الاستاد بتاع من اسبوعين. قال المؤمن انا عايز اتمرن في الاستاد. يعني انت ولا ماتشات وديه ولا اتمرن في الحته اللي هلعب فيها. ففضلوا الاستاد حتى كانوا حواليهم رمل وحاجات كده. شفت صور كان في صور. واتمرن في الاستاد. اتمرن في الاستاد من ايامها يعني بقاله 10 15 يوم. طب الخواجه برضو الاسباني طبعا هم معاه سي في كبير وراجل يعني تاريخه كويس. حضرتك شايف فنيا اكيد حضرتك ماتشات شفت ماتشات شفتهم بيتمرنوا. بص هو كنتش كويس قوي لكن تدريب انا ما بحضرش التمرين. قول لي ليه؟ انت
بقى ايه ممكن ما هو انا المصريين مش مصريين اي مدرب هيقعد يقول لك بس هو لو كان عمل التمرين مش عارف ازاي فانا ما بقعدش وعشان ما تتسالش وما تتسال لازم تجاوب صحيح. فانت تقول وجهه نظرك بقول وجهه نظري وجهه نظري ممكن تطلع غلط ممكن تبقى غلط فانت ما بتحضرش التمارين لكن يعني كانوا بيتمرنوا في اليوبلس فتره وقبليهم ديفيز ده كان بيتمرن انا اتفرجت على ديفيز الحقيقه ديفيز مدرب كويس قوي بس هو في الماتشات بيتوه عشان كده براندو دوت او باروندي ده هو اللي خد احسن مدرب في اوروبا لما كسب بمقدونيا فرقه من مقدونيا كسب بيها ما كانش فيها لعيبه فيها واحد لعيب ما شاء الله طوله 2 متر 10 وكسبه كسب اشول خلي بالك حضرتك اسلام حسن كان معايا هنا في الحلقه وقال ان الراجل ده بيلعب بنظام معين كده اللي هو يعني ايه حاجه فيها انيميشن شويه ان انت تتوقع اللي قدامك يعمل ايه وتتوقع غلط زميلك حاجات فيها يعني جديدة أنا أمر أسمعها لا هم الأسبان خلي بالك الأسبان ما كانوش أحسن ناس في العالم بعدين بدأوا يعملوا فرق وبدأوا يكسبوا الأسبان ده يعني الطريقة بتاعتهم أو الفكر بتاعهم أو الطريقة بتاعتهم الطريقة بتاعت أسبانيا الفلسفة بتاعتهم حتى هم بيركزوا دايما على الملعب باكين وهاف وسنتر فيرود تمام وبيلعبوا الثلاثة مع بعض حتى الوينجات ما بيشغلوهاش غير ايه يقول لك الوينج شغلته انه ياخد الكره يحطها جون بس يعني يديله خمس كور مثلا في الـ في الـ في الـ في الماتش يحط الخمس كور دي جوان مفتاح له الجاب بتاعته الوينج عشان ياخد خطوتين عشان ياخد خطوتين لكن هتلاقي 30 او 40% من شغلهم كله تصيط الكره على الدايره والباكات وبقيه الحاجه فاست بريك يعني هو بيسنتر دي حاجة بحبها أنا الحقيقة أنا بعملها أنت بتسنتر أو بتاخد الكرة الجون يسيطر عليها تبدأ تجري على طول تجري موجة واحدة أو موجتين أو ثلاثة موجات ثلاث موجات دول أو الموجتين أنت بتعمل زي تكتيك خفيف كده يعني مثلا دخل باك تاتش مش عارف إيه هو بيعمل الحاجات دي حقيقة فهو مدرب كويس وحافظ ممكن التدريبات من الناس الأسبان اللي هم الكويسين يعني الراجل بتاع قطر ده راجل كويس قوي المدرب اللي جاي المدرب بتاع قطر بس هم طبعا ولا اسبانيا بيدوا فلوس جامده جدا طبعًا. يقدر يجيب بيخلي ناس تبقى مطنين فاهم تجنيس او تجنيس كان عنده التجنيس في المنطقه الثانيه على العالم كان عنده التجنيس فرق كويس قوي لكن دلوقتي ما عندوش زي الاول يعني هو بيقول لك قل شويه طبعا مثلا ايه عندك لعيبه في منتخب مصر لعبوا معاه بطوله كاس العالم العسكريه ومش عارف لكن انت عندك هنا في الفرقه دي ناس كويسه كتير يعني كتير كويسين وخلي بالك الفاست بريك الكتير ده والماتش 60 دقيقه محتاج قوه وسرعه تغييرات كتير قوه وسرعه انت عندك تغير زي ما انت عايز وبعدين ما انت مثلا في الباسكت بيوقف عشان يغير لا في اليد لا انت بتغير على طول فاهم فانت الحاجات دي كلها خلي بالك يبقى في توافق برضه في دماغه مين اللي بيدافع ومين اللي بيهاجم يعني انا شفته في ماتش اليابان ابراهيم المصري بيدافع طول عمره لا بيلعبه سنتر فيرود بيخليه يهاجم في سنتر فيرود لان عنده مشكله لو هو بيجري فاست بريك اتاخر وما عرفش يحط الكره في الجون هيبقى عليه عبء وهو لو الكره اتقطعت او دخلت جون والناس التانيين بيجروا لازم يرجع بسرعه خلي بالك بقى اللي بيجروا كتير بقى سلوفينيا كرواتيا المانيا اسبانيا بيجروا كتير والبرتغال فلازم تلحق انت الحاجات دي تلحقها وانت بتلعب فطبعا بقول لك لسه اللي هو الشكل بتاعه يعني هو غلبان ان هو ما ايه ما جربش ماتشات كتير ربنا يكون معاهم يعني ربنا يكون معاهم ان شاء الله يؤدوا اداء كويس يا كابتن الحقيقه مش عايز اقول لحضرتك يعني انت حضرتك اديتنا كواليس بصراحه كتير قوي انا مش عايز الحق والله عايز الحلقه تخلص انا قاعد مستمتع جدا جدا طبعا بالكلام ده بس احنا فاضل دقيقه انا عايز يعني اسمع حضرتك توقعك يعني انت بامانه بكل حياديه توقعك لماتشات المجموعه الاولانيه لازم المجموعه الاول ان شاء الله نكسب الثلاث ماتشات ان شاء الله يعني واحنا في كعبين على السويد في اخر 10 سنين حاجه كويسه يعني حضرتك متفائل بعد ما تكسب الثلاث ماتشات دول تقدر تقول اقول لك بقى ايه انت هتلعب ايه وتروح فين ان شاء الله مع بعض والامل فيك ازاي يعني اكيد مع بعض وهنحقق حتى النتائج وطبعا اكيد حضرتك طبعا يعني ما كانش طبعا تنورنا وتشرفنا وهنحلل طبعا نتائج الماتشات ونجيب النتائج وبتاع واكيد حضرتك طبعا استاذنا وتقول لنا طبعا لا استاذ ولا حاجه والله لا كابتن لا كابتن انا بحب الهاندبول دايما تحب تتواضع كده حضرتك رئيس جهاز رئيس الجهاز في اليوبلس وعملت جيل كبير وعامل كره اليد الحديثه في اليوبلس فحضرتك متواضع يعني بزياده يا كابتن واحنا
بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا والحديث معاك الحقيقه شيق جدا، شكرا جزيلا. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده من الابطال، وده كان كلامنا عن بطوله العالم. انتظرونا ان شاء الله اكيد يوم الاربعاء هنكون معاكم، كمان هنتكلم عن بطوله العالم وهنجيب كواليس وهنقول الامور، وان شاء الله بعد الماتشات ما تبتدي اكيد هنحلل اكتر اداء منتخب مصر في بطوله العالم. شكرا جزيلا، والى اللقاء في حلقه جديده من الابطال.